متى نكف عن البكاء في الحلقة الأولى؟ يا سيدي كلامك يثير الشجون وكوامنها، ونحن نتحدث عن حنان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم نستشعرها في هذه اللحظات متى نستشعرها؟ نعم، ليست هذه يعني محاضرات أكاديمية تلقى، وإنما هذه أنا أعتبرها دروس علم نتعايش فيها في الكتاب والسنة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم عليه الصلاة والسلام نتعايش مع بيوتنا، حتى نحن لا نبغي من البيوت بهذا من هذا البرنامج وبقية إخواننا الدعاء في كل الفضائيات وفي كل المرئيات والمسموعات والصور، إلا أن نأخذ الأمة مرة أخرى لنردها إلى الدين ردا جميلا حسنا، وهي الحمد لله الأمة استفاقت وبدأت في العودة إلى دين الله رغم كل ما ترى. لا، الأمة فيها الخير الكثير، أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. نعم. تخيل من حنانه قبل أن ندلف إلى المحور الذي تريد أن تحدثني فيه، قد طال شوقي إلى أحبابي، قالوا نحن أحبابك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائي أشد شوقا. عليه الصلاة والسلام. نعم، نعم. صلى الله عليه وسلم.